حرز الاحتجاب الخاص بالإمام الصادق عليه السلام، وهو كان يحتجب بهذا الدعاء من طوارق الزمن وشرور الأعداء. بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. اللهم إني أسألك باسمك الذي به تحيي وتميت وترزق وتعطي يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من أرادنا بسوء من جميع خلقك فأعم عنا عيناه، وأصمم عنا سمعه، واشغل عنا قلبه، واغلل عنا يده، واصرف عنا كيده، وخذ من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ومن تحته ومن فوقه يا ذا الجلال والإكرام.